الله يصلح حالك وحاله يا رب، اللهم امين. نيجي بقى على الفرشة دي نصور، بس صاحب الفرشة ايه؟ بلده. قال لي الاسعار ومشي. السلام عليكم. قولي انت عارف الاسعار؟ قول. 150 بوري. الواحدة كام كيلو؟ تدخل لها في قد ايه؟ نص؟ 5 سمكات 2 كيلو. 5 سمكات 2 كيلو، يعني نص كيلو ايه؟ او قصدي نص كيلو ال او ربع وزيادة شوية. والبولتي؟ 65. 65. وده ايه بقى؟ سمك لوت؟ السمكية بكام؟ كيلو بكام؟ ايه؟ 160. تحب تطلع؟ مش 160 كيلو؟ امال ده ايه؟ بياض. ده 160 يا جماعة. ده بياض. يا واحد. ده بياض؟ بكام الكيلو؟ 90. 90 جنيه؟ 80. 70؟ 80. 80؟ الواحدة تطلع لها كام كيلو؟ 3 4. اه تدي. اه دي 3.5، دي 4.5. اه ما شاء الله ما شاء الله. بص البوت يا جماعه، بص البوت عامل ازاي. بوت تحفه. لو قلنا كام؟ 65. 8 جبال كبير يا جماعه، 1.5 كيلو وازيد. والبوري اهو. شكرا يا باشا. ايوه يا باشا. سمك لسه بينزل؟ نوعه ايه بقى؟ بولتي. لا بولتي ايه؟ مزارع ولا؟ لا انا عايزه البولتي اللي هو التاني اللي انا اخدته منكم. لا 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 اللي هو الاسوان. مفيش؟ بكام بقى ده؟ الف له؟ لا عشان هم بيتكلموا هناك. طب ماشي خلاص. ايه بقى؟ قناة كله رزق البنات. بكام بقى ده قلت؟ كام؟ 80 باين؟ اه. دينيس. دينيس كمان. الجمبري ب 300. جمبري؟ اه. 300 حلوة أوي. آخره كام؟ 300. ده العظيم لو معايا فلوس النهاردة وأبدأ كنت خدت منك 2 كيلو. ده 300؟ 350. ده 350. والله يتاكل نايم أقسم بالله. ما شاء الله، ربنا يحسن سوقهم يا رب. خلاص يا استاذ احمد. استاذ احمد الف سلامة عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية في سوق العبور سمك. استنى اما اعدل عشان ايديا ما تبانش. بص السوق، السوق النهاردة على فكرة انا عايز اسألك سؤال. احنا معانا استاذ. احنا دلوقتي في السوق بتاع السمك موجودين. طب انا عايزه اعرف الاسعار نزلت عشان الحوار اللي بتاع بورسعيد وكده؟ امال ايه؟ لا الاسعار نزلت عشان قله السحب. اه ما قله السحب عشان الاضراب. 130 عشان قله السحب. بس ما نزلتش قوي يعني. ايه؟ ما نزلتش قوي زي ما انا شايفه السمك اهو كتير. في ناس بتشتري على فكره يعني، بس ناس هناك بعيد اهو. ناس بتشتري طبعا. ممكن يكون عشان موسم شم النسيم. وموسم شم النسيم برضه بيمشي. انت طيب في سحب؟ اه طبعا. احنا مفيش حد بيبيع رنجه هنا؟ فين؟ شركة سحب؟ شركة كذا شركة يعني. الله المستعان. النهارده البولت بكام؟ النهارده البولت ب 65 جنيه. احنا قاعدين بنعمل حديث كده يا جماعه مع حبايبنا عشان نشوف موضوع السمك ده. قبل كده كان بكام؟ كان ب 90 جنيه. اه دلوقتي ب 80؟ في فتره العيد. لا 65. لا 65 كان ب 80. البوري كان ب 200، النهارده ب 140 و 150. ايوه. لا لا البوري انا جايباه ب 115 و 125 120. يعني في المتناول. اه اه يعني السعر كويس. ماشي. ما هو نفس الاسعار على فكره. انا ملاحظه ان مش الاسعار عليت اول ولا نزلت قوي. على فكره الاسعار عندكم هنا نفس الاسعار بس قلت شويه. قلت 10 جنيه 5 جنيه البولتي اللي قل. انما البوري زي ما هو. الجمبري يعني لقيت جمبري اقل شويه.
وهنشوف دلوقتي الاسعار ايه. 75% الجمبري دي 75 والله. يعني الجمبري كان الاول 800 700 الكبير الجامبو. هو عماله عامه يا جماعه هو بيتكلم معايا بس مش عايز يطلع. كل ما بيزيد في الحجم كل ما بيزيد في السعر. صح كده. بس المفروض ان انتوا بتاخدوا بيجي لكم السمك ارخص بقى من الاول. المفروض السمك بيجي ارخص من الاول. ربنا المستعان بقى. يلا والله هو على حسب سعره. هي بورصه يا بورصه. احنا دلوقتي هنقوم نصور مع الجماعه ونشوف الدنيا فيها ايه والسمك في ايه ونجيب لكم الاسعار. بصوا اكتريه الناس طبعا مش عايزه تقول الاسعار بس السوق بصوا في زحمه عشان طبعا كل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم. بكام بقى ده؟ بكام؟ لا عامل 200. ايه؟ عامل 200. واحدة ولا كيلو؟ كيلو. أنا بصور ولو حاجة كده أشتريها. ماشي. لو عايز أصور أصور. مش كل الناس بقى عايزة تصور؟ تعالوا بقى معايا. الناس بقى اللي بتصور وزيتي كلها ما بتجيش تصور. التونه العنيده دي ازيك يا بيه؟ لا والله ده موسميه بس يا جماعه. نجيب النادي نقول كده احلى موسمية. احلى كلمه 400. استاذ احمد استاذ طيب عامل ايه؟ جابكم شوية جمبري مش عارف ده 300. امال دول ب 400 ليه؟ روح النار ده 300 يا جماعة. استاذ دياب ممكن يعرف التليفون؟ عشان لو حد جالك. على فكرة ناس بعتوا لي برضه بيقولوا لي أي حد بتاع سمك يا ريت تصور لنا. عايز تطلع؟ ماشي. استاذ دياب اهو 011 واحد 76 24 210 عنبر واحد يا جماعه. ماشي. استاذ دياب هو اللي انت سالت عليه. وعلى فكره انا بعت لي رقمك وبعت لي المكان. هنا بقى ايه؟ باربونيا دي ولا ايه؟ باربونيا السويسي. ها البحر الاحمر. البحر الاحمر واللي منه. امال هي مش حمراء قوي ليه؟ مش حمراء قوي ليه؟ بكام بقى يا باشا؟ عشان خلصت. بكام؟ ب 100 جنيه. ب 100 الحجم ده الاكبر منه بيعمل 200 و هي بتكبر عن كده. ده الحجم ده.